بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، اليوم نقدم لكم درس مراجعة الفصل الخامس من كتاب الرياضيات للصف الأول الابتدائي. الجمع بإضافة واحد أو اثنان أو ثلاثة. في الحديقة المنزل ثلاثة أشجار وثمانية أشجار أخرى، كم شجرة في الحديقة؟ ثلاثة زائد ثمانية يساوي 11، 11 شجرة. تدريب: استعمل خط الأعداد لأجد ناتج 3 زائد 13. 13 نضيف إليها 3، 13 و 14، 15، 16، ضفنا لها 3 أرقام وصلنا إلى الرقم 16، إذن الناتج هو 16. تدريب: تتكون عائلة علاء من 2 ولد ويزيد عدد البنات عن الأولاد بواحد، كم عدد البنات؟ كم عدد الأولاد والبنات؟ عدد البنات 2 زائد 1 ولدان، وعندهم بنت إضافية مقارنة بالأولاد، إذن لديهم 3 بنات. عدد البنات والأولاد 2 زائد 3 يساوي 5، عدد الأولاد والبنات. الجمع بتكوين العدد 10. في حوض أسماك 8 سمكات وفي حوض آخر 7 سمكات، كم سمكة في الحوضين؟ 8 زائد 7 يساوي 10 زائد 5 ويساوي 15. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، وإلى لقاء في درس آخر إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.